هدية تذكارية. تتمثل الهدية في مجسم لبوابة أكاديمية الشرطة يتقدمها ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتوسطها النصب التذكاري لشهداء الشرطة المصرية تخليداً لذكرهم، وفي قلب الساحة أجنحة النسر رمزاً للأمن الذي يعم ربوع البلاد والاستعداد نحو تحقيقه بالجمهورية الجديدة. نسأل الله تعالى أن يحفظكم يا سيادة الرئيس، ويسدد على طريق الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.